السلام عليكم. مرة ثانية طلبة سنة ثانية طب أسنان جامعة التحدي، مرحبتين بكم في المحاضرة الثانية فارماكولوجي منهج بعض النصفي. خدينا في المحاضرة الأولى بداية للفارماكوديناميكس اللي رقم واحد، واليوم إن شاء الله حناخده الفارماكوديناميكس رقم اثنين محاضرة ثانية، وهي استكمال للمحاضرة الأولى. اليوم حندرس حاجة مهمة وهي دوز ريسبونس ريليشنشيب. دوز يعني الجرعة متاع الدواء، دوز ريسبونس الاستجابة لها، ريليشن شيب شو معناها؟ العلاقة. بقى كلمة دوز، دوز هذه مرتبطة بمنه؟ بدرج الدواء. ريسبونس اللي هو الإفكت، تأثير الدواء. يعني الإفكت من بيدير أنا هيومن بادي، الريسبونس حيكون من الهيومن بادي جسم الإنسان. ريليشن شيب يعني علاقتها مع بعض، عشان علاقة الجرعة بالتأثير. طبعا منطقيا كلامه مش صعب بالنسبة لكم أنتم. الجرعة طبعا كل ما تزيد الجرعة بيزيد التأثير، صح؟ يعني واحد عنده ألم معين خذ حبة بنادول تحسن الألم، لكن مازال شوية خذ حبتين يا سلام باهي أحسن، خذ ثلاثة حبات عاد خلاص بريو 100% سنة بدت كويسة وما فيه ما مشى لدكتور الأسنان باهي مثلا. إذا هذا المقصود دوز، علاقة الجرعة، في جرعة صغيرة جرعة متوسطة جرعة كبيرة. ريسبونس الاستجابة، استجابة المرض مثلا. ريليشن شيب طبعا هل بمرضى للأسف يعطوه مضاد حيوي، لكن ياخذ يومين ثلاثة ويوقف، المفروض ياخذ أسبوع، او ياخذ مثلا 250 ملي جرام، هو المفروض ياخذ 500 ملي جرام زي الاموكسيل هذا، يتحسن ثاني يوم ثالث يوم يلوحه. اذا غلط. اذا هنا مهم جدا كل ما تزيد الجرعه منطقيا يزيد التاثير العلاجي متاع الدواء، ولكن لو زدت اكثر من هيك طبعا معروفه ما زاد عن حد ينقلب الى ضده ويخش في تسمم. ماشي، اذا تعالوا ندرس هذا الموضوع. الموضوع هذا من اهم المواضيع في الفارماكوديناميكس، وهي تاثير الدواء في الجسم. تعالوا ناخذ مثال. طبعا هنا شن بيصير فيه، شن تعريف الدوز ريسبونس ريليشن شيب؟ هي مقارنه ما بين مني، ما بين الدوز ادمنسترد، دوز ادمنسترد تعاطيناها، يتعاطى ادمنستريشن ادمنسترد، مع علاقتها مع مني، مع الريسبونس او الافكت، يعني الافكت اوبتيند الذي تحصلنا عليه، افكت اوبتيند، اوبتيند معناها تحصلنا عليه. يعني باختصار لك انت باش ما تلخبطش، هي علاقه ما بين الدوز الجرعه والتاثير الافكت. وزي ما قلنا يعني كل ما تزيد الجرعه بيزيد التاثير العلاج، الى حين، لانك لو زدت اكثر من هيك حتخش في تسمم اسمها توكسيسيتي. تمام. تعالوا نرسم المنحنى، شوفوا جاي يا جماعه اللي بيكم تعرفوه حاجه مهمه جدا جدا، ان هذا منحنى بهذا الشكل، هذه الجرعه الدوز، دوز الجرعه بتاع الدواء، وهذا ريسبونس، ريسبونس الاستجابة، ريسبونس. ديروا بيناتهم مقارنة. الجرعة مثلا كانت واحد، التأثير كان هنا صغير، زدت الجرعة زاد التأثير، زدت الجرعة هنا زاد التأثير، زدت الجرعة زاد التأثير، وهكذا. بعدين ما عادش يزيد خلاص. هذا اسمه احفظوها هايبر بوليك كيرف، احفظوه اسمه هايبر زيادة، يعني هايبر وزايد، هايبر بوليك، بوليك كيرف منحنى. اذا نحفظها سؤال في الامتحان. الدوز ريسبونس ريليشن شيب، علاقه، ريليشن شيب معناها علاقه، ترجمتهاش بكري. دوز ريسبونس ريليشن شيب، دروز ترسم علاقه او بلوت خريطه، شنو هي؟ هايبر بوليك كيرف، مهم بيجي في الامتحان يعني، باهي مهم. طبعا هذا الهايبر بوليك كيرف قال لك لو اخذنا بدل الدوز درنا مقارنه ما بين اللوغاريتم اوف دوز، اللوج، اللوج اللوغاريتم تاعها مش الدوز نفسها، تو هذه الدوز الجرعه صح؟ خذوا لها اللوغاريتم وهو قيمه رياضيه، احفظوه خلاص يعني، لا يتسع المجال الى شرحها بالتفصيل. وهذا ريسبونس. الكيرف شنو يبدا؟ الكيرف يبدا بهذا الشكل. هذا اسمه سيجمويد كيرف. سيجمويد، منحنى سيجمويد زي سيجما، عرفتوا علامه سيجما هي كي زيها يعني، سيجمويد كيرف. اذا نحفظ في الامتحان اللوغاريتم دوز ريسبونس ريليشن شيب بيرسم حاجه اسمها سيجمويد كيرف، احفظها وهي دقيقه جدا يعني بهذا الشكل. لكن ماشي بهذا الشكل هذا اسمه هايبربوليك كيرف. امتى نتحصل عليه؟ لو درنا علاقه ما بين الدوز ريسبونس ريليشن شيب. اذا دوز ريسبونس ريليشن شيب ات دروز، ترسم احفظها سؤال هايبربوليك كيرف. ولكن لو خذيت اللوغاريتم بتاع الدوز، لوج دوز ريسبونس ريليشن شيب، حيرسمني سيجمويد كيرف. احفظوه هذا سؤال ديما يجيبوا فيه، مهم جدا جدا. باهي، اذا هذا الموضوع الاول. ناخذ تعريفات اخرى حول تاثير الدواء.
شنو الفاعلية متاع الدواء؟ الدواء كيف تعرفه فعال؟ الدواء نعرفوه فعال حسب شنو الإفكت ولا؟ إذا أنت عندك طريقتين، الجودة أو الكواليتي كنترول أو المركز مثلا قياس الأدوية. أنت تبي تستورد الدواء مثلا، أنت صيدلي مثلا قالوا لك استوردنا دواء، نبو دواء، جاءتك الشركة الأولى أعطتك دواء معين، نفس الدواء أعطتك الشركة الثانية قالت لك خوده، والشركة الثالثة خشوا في منافسة قال لك لا خذوا الدواء نمتعنا إحنا. كيف تعرف أحسن واحد؟ عندك طريقتين، أكثر دواء يعطيك تأثير علاجي تأخذه، وفي نفس الوقت بأقل كمية ممكنة، بأقل كمية ممكنة. نعطيكم مثال، شوفوا جاي الدواء الأول، ها أنت درت مقارنة بين ثلاثة أدوية، هذا الدواء الأول وهذا الدواء الثاني وهذا الدواء الثالث بهذا الشكل. الدواء الأول أعطاك تأثير زي توا هكي، شيء هكي زي توا تأثير ما بين الدوز والرسبونس الاستجابة، نفس البارامترز اللي احنا اخذناه. الدواء الثاني أعطاك تأثير ذهني مثلا، دوز رسبونس أعطاك تأثير هنا، الثاني أعطاك تأثير هذا. بقى لو شفت الرسبونس هذا أعطاك شوية، هذا متوسط وهذا، إذا هذا اسمه ماكسيمال إفكت، تأثير الإفكت متاعها بيكون عالي جدا. أما دواء بتختار أنت أكيد الدواء الثاني، إذا هذا الدواء الأول A، الدواء B، الدواء C، أنت بتختارها علاش؟ لأنه أعطاك أحسن تأثير، ماكسيمال إفكت يعني أعطاك تأثير ماكسيمم، أعلى من التأثير هذا وأعلى من التأثير هذا. إذا أما أحسن دواء أنا الدواء الثاني، واللي بعد الدواء الأول والأخير الدواء الثالث. إذا هذا شنو اسمه؟ نسموه فيه إفكاسي، شنو اسمها؟ إفكاسي، إفكت يعني الإفكت اللي تعطيه أحسن اسمها إفكاسي، إفكاسي. إذا كلمة إفكاسي هي الفاعلية، هي شنو؟ الفاعلية متاع الدواء أو يعني التأثير المطلوب، إفكاسي. كويس. حاجة تانية، جو ثلاثة أدوية تانيات، هذا الدواء الأول، هذا الدواء الثاني، وهذا الدواء الثالث، نبغى نشوف أحسن دواء. با الدواء الأول شنو دار لك؟ الدواء الأول أعطاك تأثير زي توه، مشي زي توه، مشي مشي هيك، أعطاك تأثير زي توه. الدواء الثاني مشي زي توه هيك وأعطاك تأثير هيك. الدواء الثالث خلينا نقول إن الدواء هذا نفس الشيء. شنو تلاحظ إن كل الأدوية ثلاثة أعطوك نفس التأثير، يعني أعطوك نفس التأثير، كلهم أعطوك ماكسيمال إفكت، كلهم وصلوا لنفس النقطة، يعني أعلى نقطة فيهم نفسها. ولكن الدواء هذا جرعة متوسطة، الدواء هذا جرعة كبيرة، الدواء هذا جرعة صغيرة. يعني أما أحسن الدواء هل هو A ولا B ولا C؟ طبعا هنا ما تقدرش تقارن بيناتهم، لأن كلهم أعطوك نفس الإفكت، نفس التأثير، كلهم وصلوا لنفس النقطة، هي الاستجابة مثلا 70% 70% 70%، كلهم وصلوا لنفس الإفكت. ولكن الجرعة هي شو بتكون الجرعة هذه؟ الجرعة ممكن خلينا نقول إن هذه الجرعة 30، الجرعة هذه قداش؟ 50، الجرعة هذه قداش؟ 10. يعني الدواء لو أخذت منه 10 ملي جرام هو حتوصل إلى تأثير قوي، هذا تأخذ منه 50 باش توصل لنفس التأثير، وهذا تأخذ منه 30 ملي جرام باش توصل لنفس التأثير. إذا أما أحسن دواء، أحسن دواء هو هذا الدواء سي الأخير. لماذا؟ لأن إحنا نقولنا شنو؟ بيتنت. الدواء هذا شنو؟ بيتنت، وعنده حاجة اسمها بيتنسي. بيتنسي شو معناها هنا؟ كفاءة، كفاءة الدواء، يعني مركز. فهمتوا؟ إذا أما أحسن الدواء الأول ولا الثاني ولا الثالث، الدواء الثالث أحسن لأنك أنت حطيت منه شوية، حبة أو نص حبة خديتها أعطتك تأثير ممتاز، بينما الدواء هذا اضطريت أنك أنت تأخذ ممكن 5 حبات ولا قداش باش توصل لنفس التأثير، هذا خديت 3 حبات باش توصل لنفس التأثير. إذا أحسن درج عندي هو الدواء الثالث، وهما ثلاثة. أما أحسن دواء، الدواء من هو الثاني. لماذا؟ لأنه أعطاك the high effect، maximal effect. إذا الدواء اللي يعطيك maximal effect شنو نسموه عنده؟ efficacy، كفاءة. والدواء اللي عنده فاعلية عنده patency، بأقل كمية ممكنة. هاي المثال الثالث، نعطيكم عليه حاجة ثانية. زي مثلا أنت طلعت تشري في شاهي حشيش مثلا، تبي تطيب طاس شاي، في نوع من الحشيش تحط منه شوية بس كي تغليه يعطيك عصرة كويسة، تركيز ممتاز، يعني الدواء هذا روجينالي تلقى غالي. لكن في حشيش ثاني تلقى تعبي يدك هيك ولا تحط كمشه كبيره باش تطلع لك طاسه شاهي صغيره، الدواء كانه مغشوش، يعني الشاهي كانه. اما احسن الدواء او الشاهي اللي تحط منه شويه ويعطيك طاسه شاهي كويس مركزه، او اللي يبي كميه كبيره،
طبعا اكيد الحشيش الاول او الشاهي الاول بيكون احسن. نفس الشيء الادويه. اذا باختصار يا جماعه الخلاصه نتاع الكلام هذا كله مش مطلوب منكم توا، المطلوب منا حاجتين، شو الفرق ما بين الافيكاسي اللي هي الكفاءه والبيتنسي اللي هي شنو الفاعليه نتاع الدواء. اذا الدواء عنده زوز خصائص، الدواء لازم يكون عنده كفاءه افيكاسي، كفاءه يعني يعطيك ماكسيمال افكت. اذا عندنا حاجه مهمه جدا شنو اسمها افيكاسي، افيكاسي افكت يعني افيكاسي زي تو افيكاسي او بالاي مثلا افيكاسي افيكاسي. شنو هي الافيكاسي؟ احفظوها كتعريف، عباره عن شنو ماكسيمال ريسبونس برودوسد باي ذا دراج، هي الماكسيمال، الماكسيمال معناها الاعلى، ريسبونس الاستجابه القصوى، ريسبونس برودوسد باي دراج، برودوسد تنتج بواسطه الدواء، برودوسد باي ذا دراج اعلى تاثير، اعلى تاثير ممكن الدواء. نعطيكم مثال الاسبرين ولا البنادول، حيعطيك تاثير مسكن لكن الالم البسيط. منو اقوى منا عنده افكاسي اكثر؟ البروفين. البروفين لو كان الالم متوسط تعطي تاخذ بروفين او فولتارين، بل لو كان سيفير بين منو اكثر واحد فيهم افكاسي؟ المورفين او البيتيدين او النركوتيك انالجيزك، هتعطيه حيكون تاثير بتاعه بيكون شنو اقوى. اذا عنده هاي افكاسي، اذا اللي عنده هاي افكاسي منو؟ المورفين وبعد الفولتارين وبعد الاسبرين مثلا او البنادول او الباراسيتامول. ماشي. اذا كلمه افكاسي السؤال بتاعها في الامتحان لازم تلقى هي ماكسيمال ريسبونس، هذه هي افكاسي هذا السؤال. مستحيل ندير لك سؤال ما فيش فيه مزوز. الحاجه الثانيه دواء عنده بيتنسي، بيتنسي كلمه بيتنسي معناها باش توصل لطاسه شاهي كويسه مثلا دير شويه او دير هلبه. منه احسن؟ طبعا اكيد الدواء المركز او الاوريجينال او بيور نقي او يكون من سلاله حسنه او طيبه هو بيكون اقوى. ففي دواء تاخذ منه حبه واحده في اليوم تبرأ، الدواء الثاني تاخذ منه ثلاث حبات باش تبرأ. يعني الدواء المسكن الاوريجينالي، الدواء الاوريجينال هذايا والله اعلم منين سواسي ولا كذا اوريجينالي، تاخذه تاخذ حبه تبرأ منه. الدواء الثاني تاخذ حبه مازال حبتين ثلاثه باش تعطيك نفس الافكت. اذا الافكت هو نفسه ولكن الجرعه اقل. اذا كلمه بيتنسي شنو المقصود بها؟ البيتنسي هو تعريف نتاعها ذا افكتيف دوز، ذا افكتيف المؤثر يعني ذا افكتيف دوز كونسنتريشن، ذا افكتيف الجرعه المؤثره، ذا افكتيف دوز كونسنتريشن. يعني في دواء تاخذ منه حبه خلاص تبرا، الثاني تبي منه قريب ثلاثه ولا اربعه باش يعطيك نفس التاثير. طبعا هذا هاو ماتش دراج از ريكوايرد، يعني يحسب لك كم تحتاج من دواء، هاو ماتش دراج دوز جرعه او دراج اماونت كميه دراج از ريكوايرد نحتاج اليها، قداش تبي دواء. اذا كل ما كانت كميه الدواء اقل كل ما كان تاثيرها طبعا بيكون احسن. الدواء هذا نقولوا عنده شنو؟ بوتنسي. اذا بوتنسي معناها هنا الفاعليه بتاع الدواء، هذه معناها الفاعليه، الفاعليه وهذا التاثير، هذا التاثير، التاثير او الكفاءه بتاع الدواء. هذا يعطيك تاثير عالي جدا، في اللي يعطيك تاثير ما يكون هما بنفس الجرعه، لكن البيتنسي بالعكس. يعني بقى نجو تو لي زوز تعريفات مهمه جدا جدا في الادويه. واحده نسمو فيها احنا مثلا الاي دي، افكتيف دوز، افكتيف دوز الجرعه المؤثره، افكتيف دوز، افكتيف دوز هي الجرعه المؤثره، الجرعه المؤثره. طبعا لاحظوا احنا بعض الامراض للاسف يمشي يعاين الشخص يكتب له وصفه الدواء ياخذ الدواء، المريض ما يبراش ما يتحسنش، تسال تقول له تاخذ في الدواء ولا ما تاخذش، يقول لك انا اخذ فيه لكن كان يبزع فيه في الشارع. يعني مش المشكله، المشكله يا اما المريض ما يمتصش فيه، يا ما اخذش في الدواء، يا الدواء ماهوش اوريجينال مغشوش ولا طايحه صلاحيته، يا اما الشخص يعني الدواء نفسه الكواليتي نتاعها مش مظبوطه، يعني مغشوش، يعني كميه الدواء المؤثره فيه قليله ماهوش دواء اوريجينال. فهمتها ولا؟ اذا انتم كاطباء حتواجهكم المشكله هذه، تعطيه الدواء ما يبراش، يقول لك تاخذ في الدواء يا ولدي ايه تاخذ فيه حاجه ولا ناخذ في الدواء، بخير مازال التهاب انت هذا، تعطيه مضاد حيوي يقول لك لا والله خذيت هواء، تقول هذا دواء يا ولدي راهو قداش خذيته؟ يقول لك والله يبي جنيه ونص، الدواء الاوريجينال 17 دينار مثلا غالي لكنه مؤثر. فهمتوا لا؟ فهذه هي النقطه المهمه، الادويه فيها حاجه مهمه اسمها افكتيف دوز الجرعه المؤثره. حاجه ثانيه خطا بعض الاطباء، بعض الاطباء يخافوا من الادويه، لاحظتهم انا شنو يديروا؟ يقول لك خذ بنادول، قداش ناخذ؟ سنك ترجع فيك ايه، خذ حبتين. دور يكلمك المريض في الليل يقول لك والله مازال ناخذ حبه ثالثه، تقول له ايه خذ، لا لا ما تاخذش، تبدا انت خايف، دكتور ماكش فاهم الفارماكولوجي.
البنادول تاخذ منه من 4 إلى 8 حبات، تا 500 ملي جرام ما فيش مشكله. يعني انت الشخص ما ياخذش في افكتيف دوز جرعه غير مؤثره، لان الالم تاعه شديد وانت دكتور ولا مؤاخذة نظر ان ضعف عندك في معلوماتك في الفارماكولوجي، ماكش فاهم الادويه، تخاف من الادويه تبدا لا يا ساتر لا برا شوف دكتور تاني، او تكلم صاحبك حي دكتور بشري بالله، او مثلا زميلتك في الصيدله اقول لها بالله شنو نظام الدواء هذا ينعطوا منه هلبه ولا شويه باهي. فانت بوله مهمه في حاجه اسمها افكتيف دوز. الافكتيف دوز الجرعه المؤثره الرمز نتاعها اي دي، افكتيف دوز. افكتيف دوز يعني مستحيله واحد تعطيه مضاد حيوي مثلا اموكسيل 500 ملي جرام، لازم تعطيه 3 مرات في اليوم، يعني يبي 1500 ملي جرام يوميا باش الدواء يشتغل عنده، ما تعطيش جرعه قليله، ولو زدت جرعه كبيره حيخش في تسمم نفس الشيء. اذا هذه واحده من الاشياء، وهي دوز الجرعه مهمه في الفارماكو ديناميك، تاثير الدواء يزيد يتناسب طرديا، كل ما زيد انت الجرعه الدكتور يخاف من الجرعات الزايده فبيخاف، لكن انت ما دامك فاهم الفارماكولوجي تقدر تعطي الجرعه المطلوبه، اسمها افكتيف دوز. الافكتيف دوز المتوسط الحسابي بتاعها 50 نسموها فيها، هي الجرعه التي تعالج 50% من البيشنت، تريت تعالج 50% اوف بيشنتس او كيسز المرضى. طبعا احنا عارفين الاختلاف ما بين المريض، يعني في مريض سبحان الله ما يستجيبش حتى تصير لنا تعطيه احسن دواء وتدير له والتشخيص سليم وما يبراش، مش عارف خير دعوته، يعني ما تحس مش عارف ملقط الدعايه ولا ما هوش فاهم ولا ما تعرفش كيف. وفي مريض ثاني سبحان الله ملي تحط على يدك تعطيه دواء يبرى وتبدا اموره متحسنه. فما شن قالوا العلماء؟ قالوا المرضى يختلفوا من انسان الى انسان. فاحنا بنحسبوا ما نبوش المرضى كلهم يبروا. لو كان عندي 100 مريض حتى برو 50 منهم نصهم كويس. فالجرعه هذه سموها اي دي 50 نحفظها. اذا نحفظوه سؤال في امتحان الاي دي 50 هي الافكتيف دوز. 50 معناها تعالج 50% من المرضى. وهذه هي الجرعه اللي يوصفوا بها. تمام؟ اذا الجرعات اللي احنا ندرسوا فيها يقول لك هذا اعطيه 500 ملي جرام مرتين في اليوم او 3 مرات في اليوم او بنادول ياخذ 4 حبات في اليوم، هذه اسمها الجرعه المؤثره افكتيف دوز. العكس نتاعها الجرعه السامه، طبعا معروف الدرج يا جماعه عنده كيرف زي توا منحنى، هو الدواء زي توا يعطيك تاثير علاجي، يعطيك تاثير هنا وصل لتاثير علاجي، لو زاد معلش لكن اكثر من هيك يخش في تاثير سام هو. اذا هذه الجرعه ثيرابيوتيك، هذه اسمها افكتيف دوز. واللي فوق هذه اسمها ليثل دوز. اذا عندي حاجه ثانيه اسمها ليثل، ليثل معناها قاتل، ليثل دوز الجرعه السامه او توكسيك دوز ال دي. ال دي نفس الشيء حسبوا ال دي 50 هذه اللي تقتل الجرعه، دوز ويتش كيلز تقتل 50% اوف انيمالز ولا مؤاخذه كرمكم الله حيوانات التجارب. اذا الدواء يقول لك مثلا البنادول جربوه اعطينا 3 حبات او 4 حبات ما داروا شيء، خذوا 5 حبات الناس ما داروا شيء، 6 7 ما فيش تسمم يعني كويس. اذا تقدر تاخذ 8 حبات 6 حبات 7 حبات ما تخافش منه الدواء هو بنادول، لان الليتل دوز نتاع الجرعه القاتله نتاع عاليه جدا، يعني مش حتصير فيه حالات موت. اذا كيلز 50% اوف انيمالز اوف انيمالز. تمام؟ اذا نحفظ معي مهم جدا جدا. الدواء عنده زوج جرعات احفظوهم مهمات في الادويه، الجرعة العلاجية اسمها effective dose. لو خديت انت كمية الدواء اقل من الجرعة هذه مش حتبرأ، مش حيديلك ولا حاجة، حتى لو في ألم مش حيخف الألم هذا، لو في التهاب مش حيتنح، لو في إصابة بكتيريا في جسمك مش حتموت. اذا لازم تعطي جرعة كافية اسمها effective dose. الافكتيف دوز هي اذا تقدر تزيد 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 لين تبدأ تطلع لك أعراض جانبية، دوخة، ترجيع، توقف الدواء، لأنها تعتبر جرعة زايدة أو جرعة سامة اسمها توكسيك دوز أو ليثل دوز، جرعة قاتلة، لأن مش حتقتل المرضى كلهم ولكن حتقتل الحيوانات نتاع التجارب. فهنا وقفوا، إذا كل دواء لازم نعطيه هنا من إلى زي البنادول تبيه يأثر ولا خذ مثلا حبتين في اليوم، لكن ما تزيدش على 6 حبات أو ما تزيدش على 8 حبات. هذا الرينج المستوى اللي تقدر تعطي فيه الدواء. إذا هنا عندي افكتيف دوز وعندي ليثل دوز. بيناتهم حاجة اسمها ثيرابيوتيك اندكس. ثيرابيوتيك المؤشر العلاجي، ثيرابيوتيك معنى علاجي، ثيرابيوتيك اندكس، اندكس معنى المؤشر. اذا انت كدكتور مفروض تعرف حاجتين، الجرعة المؤثرة الافكتيف دوز، اي دواء توصفه لازم تعرف قداش، زي مثلا المترونيدازول قداش تعطي 500 ملي جرام قداش حبة، 3 حبات في اليوم، اقل من هيك مش حيبرى المريض،
أكثر منك حيخش في تسمم، فهمتها ولا؟ إذن أنت الجرعة المؤثرة. الدواء الثاني اسمها فيبراميسين مثلا، الجرعة المؤثرة متاع 100 ملي جرام، تخيل لو أعطيت أكثر من 200-300 في اليوم حتكون ليتال دوز أو توكسيك دوز، جرعة سامة. إذن بعض الأدوية عندها تأثير علاجي ولكن عندها أيضا تأثير يعني سام، يعني مش مرغوب، مش شرط أن المريض يتسمم ولكن شنو يصير له؟ يبدأ يحس برعشة مثلا، دوخة، ممكن يرجع، يصير غثيان، يفشل، أو خفقان في القلب، هذه كلها اسمها أعراض جانبية، أو طفح جلدي أو حساسية، هذه كلها نتيجة لمن ولي الليتال دوز. ولكن دائما اللي ندور فيها هنا الإفكتيف دوز. إذا المريض الدكتور أو طبيب الأسنان مثلا عنده زوز مطبات لازم يرد باله منهم. المشكلة الأولى أنك أنت تعطي جرعة غير مؤثرة، هنا لازم تعطي جرعة كافية للمريض، الزمن كافي والمدة كافية والجرعة نفسها، ما تعطيش جرعة صغيرة بتاع عيل صغير، باهي ما تخافش من الأدوية. ورد بالك تعطي جرعة زايدة هلبة، أو تعطيه بدل ما يخدها 5 أيام أنت تعطيه له يقول له خلي الدواء يصك حتى 2 أسابيع جرت بعضها، أكيد حيصير له تسمم. إذن هذا من الزوز تحفظهم، وبعد ما تحفظهم لو تنقص هذه من هذه حتعطيك حاجة اسمها ثيرابيوتيك إندكس. ثيرابيوتيك إندكس اللي هو المؤشر العلاجي بالنسبة لك أنت، ماشي؟ أتمنى تكون واضحة بالنسبة لكم أنتم. باهي نجو تو ناخذ تعريفات أخرى. قلنا حاجة مهمة جدا، قال لك ذا هاي ذا ثيرابيوتيك إندكس ذا سيف ذا درج، يعني ماشي. الموضوع الثاني اللي بناخذه اليوم ان شاء الله توا في الفارماكو دايناميك رقم 2 محاضرتنا، اللي هو الدرج افكت، تاثير الدواء. اذا هذا اسمه درج افكت، درج افكت تاثير نتاعه شنو يدير حسب الريسبتور، يعني اكوردنج تو ذا ريسبتور. الدرج طبعا اتفقنا انه هو لازم يتحد بالريسبتور نتاعه باش يعطيك افكت بكويس. الدرج لما تشد في الريسبتور شنو تاثير نتاعه؟ هل هو محفز؟ لو كان محفز شنو نسموه الدرج هذا؟ نسموه أغونست. لو كان إنهيبيتوري يمنع الريسبتور يسكره نسموه شنو؟ أنتاغونست. تمام خلاصه إذا نحفظها، هذه مهمة جدا. If the drug binds the receptor and activates it، يعني نشطة، شنو نسموه الدواء؟ أغونست، يعني محفز. لكن لو الدرج جاء الريسبتور سكره دار له بلوك، يعني بلوكر، يعني سكره، نسموه أنتاغونست، أنتي يعني مضاد بسكره. باهي إذا تأثير الدواء أم تشد في الريسبتور متاع الريسبتور، وين موجود؟ موجود في التارجت، ما تنسوش خذناه في المحاضرة الأول. إذا الأغونست هدايا طبعا في منه نوعين، مرات يحفز تحفيز كامل، شو نسموه في الحالة هدية؟ نسموه فول أغونست، فول فول يعني كامل أغونست. ومرات يدير تحفيز جزئي نسموه فيه إحنا بارشيال أغونست، بارشيال أغونست، بارشيال يعني نسبي أو جزئي، بارشيال أغونست. هنا يعطوني مثال، مثال مهم جدا جدا. الدرج عندنا درج يتحد بريسبتر ويحفز تحفيز كامل، شو معناه يحفز تحفيز كامل؟ يعطي ماكسيمال افكت، ماكسيمال افكت تأثير كامل، ماكسيمال افكت. بينما البارشال أغونست يعطيك شنو؟ حاجة اسمها سب ماكسيمال، يعني تحتها سب ماكسيمال افكت، تأثير غير كامل، سب ماكسيمال افكت. به الأمثلة اللي نجوهم الأسيتايل كولين، الأسيتايل كولين، الأسيتايل كولين يا جماعة حناخدوه إن شاء الله في الشابتر الجاي، وهو الأوتونوميك نيرف سيستم عند الماسكارينيك ريسبتور والنيكوتينيك ريسبتورز، زوز مستقبلات. شنو يدير لهم الريسبتورز هذيما؟ يدير لهم فول اكتيفيشن ولا فول ستيميوليشن، يعني إذا هو يعتبر فول أغونست لأنه دار ماكسيمال افكت. إذا نحفظوها الأسيتايل كولين دائما وأبدا يتحد بالريسبتور بتاعه زي توا ويحفزهم بالكامل ويعطوا ماكسيمال افكت، اكبر تاثير ممكن بالريسبتور بتاعه، عشان هم ماسكارينيك ريسبتور ونيكوتينيك ريسبتورز الزوز. نجو توا للبارشال اغونست. البارشال اغونست هو عباره عن درج يتحد بالريسبتور بتاعه ويحفزهم، ولكن التحفيز ما يكونش تحفيز كامل، ماهوش فول اغونست، يعتبر بارشال جزئي، وبالتالي يعطيك سب ماكسيمال افكت، ما يوصلش للماكسيمال افكت. يعني باختصار الافكاسي نتاعها اللي خديناها بكري تكون اقل. اكزامبل مثال عليها اللي هو دراج اسمه شنو؟ بنتازوسين، بنتازوسين اسمه بنتازوسين، بنتازوسين. البنتازوسين هذا يحفز الريسبتور نتاع مين؟ نتاع المورفين، اللي هو الاوبيويد ريسبتور، حناخذوه من المحاضرات الجايه ان شاء الله. اوبيويد ريسبتورز مستقبلات نتاع المورفين ريسبتورز.
ويحفزهم ولكن ما يحفزهمش تحفيز كامل، يحفزهم تحفيز جزئي، بينما المورفين يحفزهم تحفيز كامل. تمام. نجوا النوع الثاني من التأثيرات، الدراغز. بعض الدراغز تتحد بريسبتر وتدير انهيبيشن، يعني there is no activation. No activation يعني عبارة عن شنو؟ drug binds، يتحد binds the receptor but no activation، مفيش تنشيط activation. الأدوية هذه عادة شن نستعمله فيها؟ نستعمله فيها باش نمنعه تأثير متاع الأغونست، يعني في دواء موجود في جسمك أو مادة تبي تمنحها، شو تدير؟ تعال الريسبتور متاعها وسكرها، زي توا صبعي توا سكر الريسبتور، الدواء ما عادش يقدر يخش هنا. باهي. إذن باختصار يعني الدراجز هذه they inhibit، يعني they inhibit يعني antagonist، antagonist الأدوية هذه antagonists inhibit agonist يعني تمنع، ولا prevent تمنع، prevent تمنع agonist from binding the receptor، from binding انه يتحدوا، from binding the receptors المستقبلات، تمنعهم من الاتحاد بالمستقبل. وحناخذوا امثله اكيد لقدام. طبعا المحاضره هذه نفسها اللي قلتها توا، المحاضره رقم 2 بتاع الفارماكوديناميك رقم 2 نفسها ان شاء الله حنعودها توا باذن الله عن طريق الداتا شو، والصور تكون اوضح. ماشي، شكرا لانتباهكم ونتلاقوا بعض لحظات. الفارماكوديناميكس المحاضره رقم 2 منهج بعض النصفي، نفس المحاضرة اللي كنا ناخده فيها توا على الصبورة، نشرحها بطريقة إن شاء الله تكون أفضل وأوضح بالنسبة لكم أنتم. صح في إعادة يعني مرات تقول خير يعاود في نفس الكلام، ولكن في دراسة علمية دراها أن المحاضرة بعد ما تأخذها بطريقة وتزيد تأخذها بطريقة تانية تلاحظوا أن الاستيعاب حيكون أكثر، يعني باهي، وحتلاحظوا الشيء هذا بإذن الله. إذن موضوعنا اليوم هو المحاضرة الثانية في الفارماكوديناميكس، وهي الدوز اللي هي الجرعة، الدوز يعني الجرعة، dose of the drug، جرعة الدواء، كمية الدواء اللي بيتعطاها الشخص، response الاستجابة، relationship الاستجابة يعني علاقة جرعة الدواء ومدى الاستجابة. طبعا باختصار كل ما زادت الجرعة كل ما يزيد الاستجابة، معروفة يعني زي المسكن، كل ما تزيد كل ما يزيد الاستجابة متاعه ويقل الألم، يعني باهي الدواء يعني كل ما تعطيه كل ما أحسن. المضاد الحيوي نفس الشيء. One of the most important aspects، واحد من أهم جوانب، important مهم aspects الجوانب of drug action عمل الدواء، is the relationship هو علاقة ما بين between the dose administered administration يعني الجرعة التي يتعاطاها المريض اللي هي dose administered تناول الدواء and effect والتأثير المتحصل عليه obtain التأثير اللي بيصير. تمام. إذا تعالوا ندرسوا العلاقة هذه، ولو أني باختصار قلت هني توا كل ما تزيد الجرعة كل ما تزيد الاستجابة. ماشي. إذن the dose response curve منحنى، المنحنى هو اللي تشوفوا فيه هو يدرس العلاقة ما بين الجرعة، الجرعة تزيد هنا 1 2 3 4 5 6 وهذا الجرعة، وهذا معدل الاستجابة response، معدل الاستجابة. شنو تلاحظ؟ كل ما تزيد الجرعة تزيد الاستجابة، تزيد الجرعة تزيد الاستجابة، لين توصل لمرحلة خلاص هذه اسمها الاستجابة القصوى، الاستجابة القصوى. إذن العلاقة ما بيناتهم ترسم curve منحنى، المنحنى هدايا اسمه hyperbolic curve. باهي اسمها hyperbolic curve. تعالوا نقراها. The dose response curve منحنى الجرعة والاستجابة is produced ينتج by plotting يعني رسم أو وضع الدوز الجرعة اللي هذه على منحنى الإكس of the drug under study الدواء اللي هو تحت الدراسة against في مواجهة منه response الاستجابة لهذا الدواء. فهم جربوا شافوا تعطي جرعة تلقى فيه استجابة، تعطي جرعة تزيد تزيد الاستجابة، تزيد الجرعة أكثر تزيد الاستجابة، إذا تناسب طردي يعني زي ما شايفين في هذا المنحنى. كويس. هذه طبعا باختصار يا جماعة احفظوها، هذه راهو سؤال 100% جايكم إن شاء الله في الامتحان. شنو هو المنحنى الأول هذا اللي اخذناه؟ هذا ما بين الدوز الجرعة وما بين الريسبونس الاستجابة، الكيرف هو المنحنى. شنو اسمه؟ اسمه hyperbolic curve، هيك اسمه hyper يعني منحنى جيبي هيك شكله. إذا the shape الشكل، الشكل أو الهيئة هذه شكل of the dose response curve، هذه الدوز وهذا response curve، العلاقة اللي بيرسمها خيرها is hyperbolic، hyperbolic هذا اسمه hyperbolic. احفظوا the shape of logarithm dose، هي الدوز وين الجرعة، هذه الدوز اللوغاريتم تاعها log، لو خذيت العلاقة متاعها هي
وما بين الريسبونس الاستجابة مش حترسم هايبربوليك، حترسم كيرف تاني هو شوفوه زي حرف اس زي سيجما، شنو اسمه؟ سيجمويد كيرف. ريسبونس كيرف از سيجمويد. اذا نحفظه لوج دوز ريسبونس يعطيه اختيارات، هل هو ستريت كيرف ولا ريفلكتد مقلوب ولا هايبربوليك ولا سيجمويد. طبعا طول بتحفظ الكلمه هي انت سيجمويد، اذا تلقى اللوج سيجمويد، ها جي جي لوج سيجمويد. لو ما لقيتش اللوج تلقى الدوز عاديه، دوز والريسبونس بيكون هايبربوليك كيرف. احفظه. نجو تو لمصطلحات في الدواء. الدواء عنده ثلاث خصائص. الحاجه الاولى، الدواء لازم يعطيك تاثير علاجي، هذه نسموها كفاءه افيكاسي. اذا الدواء لازم يكون عنده كفاءه وعنده تاثير. اذا شنو تعريف الافيكاسي؟ ات از ذا ماكسيمال ريسبونس، هو اعلى استجابه، هي ماكسيمال اعلى نقطه. اذا هذه الجرعه كل ما زيد الجرعه يزيد السلوب اللي هو الكيرف، كل ما زيد الجرعه تزيد الجرعه تزيد تعطيك شنو؟ ريسبونس اللي هو الماكسيمال ريسبونس. في الامتحان يجوك سؤال يقول لك ات از ذا ماكسيمال ريسبونس، ولا يقول لك زي تو باختصار ذا ماكسيمال ريسبونس برودوسد باي ذا دراج از، يعطيك اختيارات بيتنسي ولا افيكاسي ولا هايبربوليك ولا مثلا سيجمويد. شو بتكتب انت؟ بتختار الاجابه شنو؟ الافيكاسي. تمام خلاص. واذا الافيكاسي هي ماكسيمال ريسبونس، هي الاستجابه القصوى. كل ما كان الدواء يعطيك استجابه قصوى كل ما كان الدراج هذا مؤثر جدا. وقلنا مثال اما احسن في المسكن البيثيدين مثلا، عفوا البنادول احسن ولا الفولترين؟ الفولترين خير اقوى، بأما اقوى الفولترين ولا المورفين مسكن؟ المورفين. اذا المورفين عنده افيكاسي او عنده ماكسيمال ريسبونس اكثر من مني من الفولترين. لو تعطي نفس الجرعه منهم 10 ملي جرام 10 ملي جرام فان تاثير المورفين يكون اكثر بكثير. لماذا؟ لان المورفين عنده افيكاسي، ماشي، تاثير متاعه اكبر من الفولترين، والفولترين اكبر من البنادول او الباراسيتامول. التاثير الثاني البيتنسي. البيتنسي وهي الفاعليه، الدواء فعال. شو معناه فعال؟ تعطي منه شويه يعطيك تاثير. زي مثال مثلا نوع من البن الاوريجينال كشيك بن صغير يعطيك قهوه مركزه ممتازه، بينما في نوع ثاني يعني سكر تلقاه كي ماركه اي كلام، يعني ماهوش روجه، ماهوش روجه تحط منه زوز كوشيك ثلاثه يعطيك قهوه مخففه هيك وخلاص يعني، ماشي. اذا هذا اسمه بيتنسي. اذا شنو تعريف البيتنسي؟ البيتنسي هي فعاليه الدواء. It is the effective dose، هي الجرعة المؤثرة. Concentration هو التركيز المؤثر في أقل ما يكون جرعة الدواء، اللي هو the measure يقيس how much كم drug is required، قداش نحتاج جرعة الدواء باش تعطيني to elicit لكي يظهر أو يبدأ the given response، تعطي الاستجابة. نعطيكم مثال باش تفهموا أكثر. شوفوا هنا، هنا عندي أربع أدوية، أدوية هذا اللون الأخضر والأسود والأزرق والأحمر. شوفوا جاي الأدوية من أربعة، الأول الثاني الثالث، أعطيت منهم جرعة معينة دوز، هنا هذه اسمها الدوز جرعة، وأعطاتك ريسبونس. شن تلاحظ؟ جميع الأدوية وصلوا للماكسيمال ريسبونس، هنا وصلوا المية كلهم، هذا وصل هذا وصل هذا وصل هذا وصل، ولكن شن تلاحظ؟ تلاحظ أن الدواء الأول هو قدر يوصل للماكسيمال ريسبونس هو مثلا في كسي عن طريق جرعة هذه مثلا، جرعة هي قليلة، بينما الثاني وصل في جرعة أكبر والثالث بجرعة أكثر والثالث بجرعة أكثر. إذا من هو أحسن دواء؟ أحسن دواء هو هو A. A هدايا هاي بيتنسي، عنده فاعلية كبيرة، لأنك يعني كنت أعطيت منه جرعة صغيرة، هي جرعة صغيرة واحد مثلا أعطيت منه قدر يوصل بها وين؟ إلى الماكسيمال إفكت. أعطاك إذا هم أعطوك نفس التأثير، لكن هذا أخذت شوية دواء ممكن زوز ملي جرام، هذا 4 ملي جرام، هذا 6 ملي جرام، هذا ممكن 10 ملي جرام، وكل ما اعطوك نفس التاثير. اذا الادويه هي على مؤاخذه الادويه هذه اعطتك نفس التاثير ولكن بجرعات مختلفه. فهمت ولا؟ اذا الدواء التركيز بتاعه بيكون احسن. به عندنا زوز مصطلحات ثانيات. شنو هم المصطلحات الثانيات؟ عندنا الافكتيف دوز وهي الجرعه المؤثره، الجرعه المؤثره. الافكتيف دوز 50 50 هي الجرعه اللي تاثر او تشفي او تقلل من الالم او تقلل من المشاكل بتاع 50% من المرضى. طبعا مستحيل تلقى دواء يخلي المرضى كلهم يشفوا، مستحيل يعني، لان المرضى يختلفوا من مريض لمريض، وفي اللي عنده مضاعفات، في اللي كبير في السن، وفي اللي صعب العلاج متاعه، وفي اللي عنده نقص في المناعه. اذا شن تعريف الافكتيف دوز؟ ات از ذا دوز، هي الجرعه اوف ذا دراج، هي جرعه الدواء ذات بروديوس، التي تعطي 50% اوف ا جيفن ريسبونس، من الاستجابه الممكنه الجيفن. طبعا هذه اسمها الثيرابيوتيك افكت، التاثير العلاجي، وهذا التوكسيك افكت، ماشي. هذا نقيسه بحاجه جرعه ثانيه اسمها اي دي، وهذه اسمها ثيرابيوتيك اندكس تونجو، ماشي. اذا مش مهم الرسم على المدى القريب، باهي تعالوا نشوفوا حاجه ثانيه.
في جرعة تانية اللي هي الليتل دوز اللي شرحتها وهي الجرعة السامة أو الجرعة القاتلة LD50 هي الجرعة التي تقتل 50% من الأنيمالز. طبعا في الامتحان يجيك سؤال يقول لك It is the dose هي الجرعة of the drug جرعة الدواء اللازمة ذات كيلس لقتل أو التي تقتل 50% من حيوانات التجارب of the experimental animals حيوانات التجارب هذه اسمها النلدي. طبعا هنا السؤال بيجيك the dose of the drug that kills 50% of the animals is هل هي LD50 ولا اللي اخذناها قبلها اللي هي ED50 ولا الافكاسي ولا البيتنسي انت شن تختار؟ طبعا اكيد عشان تختار انت بتختار ال LD50 ماشي حاله. طبعا الفرق ما بيناتهم حاجه اسمها ثيرابيوتيك اندكس وهو نسموه فيه المؤشر العلاجي وهذا مهم جدا جدا تعالوا ناخذه. شوفوا هنا يا جماعه في حاجه اسمها ثيرابيوتيك اندكس. الثيرابيوتيك اندكس هو الفرق هو مقارنه ما بين الليتل دوز الجرعه القاتله اللي المفروض تكون اعلى ما يكون وما بين الثيرابيوتيك دوز والمفروض اللي هي تكون اقل ما يكون. اذا الفرق ما بيناتهم هما الدوز هي اسمها ثيرابيوتيك اندكس يعني المؤشر العلاجي واللي بيقول لك قديش الدرج هذا كويس بيكون هو سيف. اذا ذا هاير كل ما كان اعلى ذا هاير ذا ثيرابيوتيك اندكس كل ما يكون هو عالي جدا ذا سيفر يكون يعني اكثر يعني ملائمه الدواء الدرج الدرج يكون سيف يعني ما يقتلش يكون تسمم تاع بعيد يعني. تعالوا هنا شوفوا الانبوب هذا شوفوا كميه الدواء الزرقاء كميه الدواء الزرقاء هي الاماونت هي الكميه التي فيها at which the drug is effective مؤثر يعني يبدأ يطلع التأثير. الجرعة قداش مرات 100 ميلي جرام مرات 200 250 500 ال 500 لو زدتها 600 عادي 700 مش مشكلة 900 1000 1000 هنا بتخش في جرعة سامة. إذا الأماونت at which هي الكمية التي فيها the drug is toxic الدواء يبدأ سام ويبدأ يطلع في أعراض يعني جانبية. إذا تركيز الدواء في الدم الأماونت of drug in the blood كمية الدواء في الدم في البداية مش حتكون مؤثرة لكن أمتى توصل لمستوى معين تبدأ مؤثرة تبدأ ثيرابيوتيك هذه اسمها شنو الإفكتيف دوز الإي دي 50 بهي أو الثيرابيوتيك دوز بهي التي دي وكل ما تزيد تبدأ كويسة هناك لكن توصل لمستوى تولي سامة ماشي. إذا قلنا ذا هاير ذا ثيرابيوتيك إندكس كل ما كانت المسافة بيناتهم هذه بعيدة كل ما كان الدواء هذا كان شنو سليم يعني تقدر تستعمله أو سيف يعني. تعالوا نجو الموضوع الثاني في محاضرتنا وهي ما هو تأثير الدواء على الريسبتور. أنا عندي ريسبتور هذا ريسبتور أشبهه ريسبتور جي الدواء وهو كيميكال ميدياتور التحد به شنو بيعطينا الدواء بيعطينا سيلولار افكت في تأثير التأثير هل بيزيد زايد أو بينقص. إذا الدواء حسب التأثير متاعه على الريسبتور ممكن نقسمه يكون أغونست اللي هو محفز أو أنتاغونست اللي هو شنو مانع بيمنع يعني بهي. إذا تعالوا نشوفوا حاجة اسمها أغونست وهو الدواء المحفز الأنتاغونست أنتي مضاد الدواء اللي بيمنع. إذا هذا دواء بيحفز وهذا دواء بيمنع الريسبتور أند إفكاسي من هو اللي عنده إفكاسي عالية الأغونست والأنتاغونست هذا ما عنداش إفكاسي بالعكس بيوقف الريسبتور يسكرهم وما يخليش الدواء يشتغل كويس. إذا شنو قال لك هنا دراكس الأدوية أكتنج أون التي تعمل على الريسبتور ميبي قد تكون أغونست يعني محفزة هذا تحفز الريسبتور نشطة تخلي عنده سيلولار افكت او انتاغونست تسكره تمنع تقول ياسر there is no cellular effect فهمتها ولا؟ اذا عندي اغونست وعندي انتاغونست تعالوا نتكلم عليهم اكثر. الاغونست الدواء شنو هو؟ الاغونست ار شنو هم الاغونست؟ هي ادويه ار ذا دراجز الادويه ذات اكتيفيت تنشط او تحفز الريسبتورز وين اوكيوباي ذم امتى تحتلهم او تتحد بهم هم اغونست هذا دواء شد هنا دواء شد هنا كلهم اغونست وكلهم بيحفزوا تمام شنو بيديروا اكتيفيشن تنشيط. شوفوا الجي بروتين خديناه ولا بروتين اكتيفيشن طبعا الريسبتور بتاع الجي بروتين قلناها معظم الهرمونات اللي هم بولي بيبتايد هرمون كانت تتذكروا فين في المحاضره الاولى. عموما نكملوا نقروا وين اوكيبايدن ذي كوز من هم الاغونست ذي كوز تشينج تغيرات ان سيل فانكشن في وظائف الخليه برودوسينج افكت تعطي تاثير اوف فيريس تايبس بانواع مختلفه. The agonist شنو نوعهم؟ maybe قد يكون full agonist يعني full بالكامل يحفز بالكامل أهو full agonist الأحمر هذا يعطيك maximal effect تأثير عالي جدا جدا 100% يعني يتحد بالريسبتور ويحفز بشكل كبير or partial نسبي البارشل يعطيك شنو sub maximal يعني يحفز الريسبتور شوف يعطيك response استجابة نشاط activity ولكن بتكون partial جزئية أو نسبية ماشي هذا نسموه فيه sub maximal بهي
إذا نحفظوها الأغونست في نوعين، في فول أغونست بالكامل وفي بارشل أغونست. يعني الفول أغونست هذا إيش تعريفه؟ فول أغونست is the drug، هو الدواء that its maximal response، الاستجابة الكاملة، correspond to، تتماشى مع full response. إذن maximal response، maximal response of the tissue، of the tissue. تمام خلاصوا. إذن الفول أغونست شوفوا يعطيك maximal effect، بينما البارشل يعطيك أقل، يعني البارشل أغونست بيكون أقل. ماشي. الفول أغونست have a high efficacy، efficacy مؤثر جدا يعني عالي، عنده كفاءة عالية، and produce، وينتج maximal effect، تحفظه. إذن الفول أغونست احفظوها تعطي maximal effect، بينما البارشل أغونست إنه يعطي sub maximal، ما يعطيكش 100%، يعطيك 80% مثلا أو 70% أو غيره، دواء أقل تأثيرا. ناخذ عليه مثال، مثال على الفول أغونست من هو الأسيتايل كولين، هذا اخذتوه، هو نيورو ترانسميتر يعني في الباراسمباتيك سيستم مثلا، اون كولينرجيك ريسبتور اللي هم النيكوتينيك ريسبتور والماسكارينيك ريسبتور بالإمامة. تمام. إذا الدواء هدايا الأسيتايل كولين احفظوه شنو يعتبر؟ is an example، مثال of full agonist. full agonist الأسيتايل كولين يتحد بريسبتور اللي هم النيكوتينيك ريسبتور أو الماسكارينيك ريسبتور ويحفزها تحفيز كامل أو شامل، وهذا اسمه full agonist. البارشل أغونست زي مني مثلا، عندنا مثال هنا، ومن هو البارشل أغونست؟ يحفز الريسبتور، مش ما يحفزها شهوة، ولكن يحفزها بدرجة ضعيفة، يعني يعطيك small effect، تأثير بسيط. they produce، تعطي sub maximal effect، ما يعطيش maximal، sub يعني تحته، تأثير غير كامل. تأثير and have intermediate efficacy، متوسطة يعني كفاءة متوسطة مش complete. مثال عليه احفظوه، هذا مهم بنجيبوه في الامتحان 100%، البنتازوسين. إذا البنتازوسين هل هو أنتاغونست ولا أغونست؟ شنو يعتبر؟ أغونست. لكن هل هو فل أغونست ولا بارشل أغونست؟ شنو بيكون؟ بارشل أغونست. البنتازوسين يعمل من على النيكوتينيك ريسبتور ولا المسكرينيك ريسبتور ولا الأدرينوسبتور وإلا الأوبيويد ريسبتورز، هو يشتغل على الأوبيويد ريسبتور، وهم ريسبتور مستقبلات مثل المورفين، وإن شاء الله هنأخذهم المحاضرة الجاية أو اللي بعدها بإذن الله. ماشي. إذا هذا فل أغونست زي ما قلنا عليه بكري، لارج ستيمولس، يحفز بشكل كبير سيلولار سيجنال، اشارات الخلويه ماشينري، الاليه بتاعهم، ويعطيك لارج افكت. احفظ لي هذه، يعطيك لارج افكت وخلاص. بينما سمول افكت من اللي بيعطيه البارشل اغونست الجزئي هو. إذن هذا ريسبتور وهذا الدرج، هذا ريسبتور وهذا الدرج. اعطيني عليه مثال، هذا اسيتايل كولين يعطيك فل اغونست، اعطيني مثال عليه الدواء هذا بنتازوسين. ماشي. نجو تولي الانتاغونست. الانتاغونست يا جماعه هو دواء قلنا بالعكس يعني بيمنع، يتحد بالريسبتور وما يحفزهاش. اذا الانتاغونست، انتاغونست ار دراجز، هي ادويه ذات بايند، تتحد تو ريسبتور، تتحد بالريسبتور وذاوت، من غير ما تبدا انيشيتنج، يعني يبدا ريسبونس من غير ما يبدا اي نوع من الاستجابه. يعني هم بايند تو ذا ريسبتور، يتحدوا بالريسبتور، الانتاغونست يتحد بالريسبتور لكن وذ نو ريسبونس، يعني don't activate it، ما يحفزش الريسبتور ابدا ابدا. إذن an antagonist occupies، يحتل، but does not activate، ولكن لا ينشط الدرج ريسبتور. باش يدير بقى يمنع الاغونست. إذن الاغونست هذا يعطيك ريسبونس، استجابه قد يكون بارشل او فل اغونست زي ما خدينا بكري، لكن هذا ما يتحدش بالريسبتور، هذا سكره. إذن شنو وظيفه الانتاغونست؟ يمنع الاغونست عن العمل، يمنع الأدوية عن العمل. باهي، تعالوا شوفوا هنا، هذا أحسن مثال. The effect of antagonist، هذه يحفظها مهمة جاية في الامتحان، results from، تنتج من التأثير متاع الانتاغونست، preventing، منع الأغونست، هذا الأغونست، from، من binding and activating the receptor، من الاتحاد وبتنشيط الريسبتور. تعالوا ركزوا معي يا جماعة، هذا ريسبتور اللون متاعه، هذا ريسبتور، الريسبتور هذا المفروض يتحد به الأغونست، يتحد به ويدير شنو؟ ريسبونس، استجابة، صح ولا؟ قد تكون فل ريسبونس، يكون هو فل ماكسيمال، يا اما سب ماكسيمال بارشل، صح ولا؟ ولكن شوفوا هذا الانتاغونست جايب النص رقدله بالعرضك، شيء منعه ما خلاش يشتغل، ايش هو؟ اذا هنا الانتاغونست شنو دور نتاعه؟ بريفنت، يمنع الاغونست هذا انه يتحد بالريسبتور، منعه ما خلاش، وهذا اهم دور يقوم به من هو الانتاغونست. تمام خلاص. اعتقد ان احنا هيك وصلنا لنهايه المحاضره، تمينا هيك مع بعض، وهي كانت المحاضرة فارماكولوجي رقم 2، هيك كملنا الفارماكو